أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بأتم الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الشهيوة اللي هي سهلة وسريعة التحضير وغادي تعجبكم بزاف بزاف وتعجب الكبار والصغار. كما كتشوفوا عندنا القرعة الخضراء أو الكوسة أو ما نعرف يعني كل منطقة وشنو كيسميوها. غادي نحضرها معكم تجي مقلية وتجي رائعة بواحد التتبيلة اللي هي زوينة. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج هذه الكميه نتاع القرعه الخضراء، ثم غادي نحتاج معلقه نتاع الدقيق، وغادي نحتاج بيضه كما كتلاحظوا، غادي نحتاج شويه ديال الملح، هذه الكميه. وممكن تضيفوا الكميه اللي يعني الواحد وشنو كيبغي. نضيف شويه ديال الحليب كما كتلاحظوا على حسب هاد نضيف البنات ثوم مجفف اللي الا كان عندكم طبيعة الحال هاد القياس هذا. وغادي نحتاج معلقه ولا زوج معالق من السميده الناعمه اللي هي الفينو، يعني غير باش تجمع لنا فاش نبغيو نقليوها وصافي. كيف ما كتلاحظوا بالنسبه للقرعه ديالنا انا قطعتها على هذا الشكل هذا، ممكن نتوما تقطعوها بالشكل اللي كتبغيوه، انا فضلتها يعني على هذا الشكل اللي كيجي هكا مسطح. غادي نضيفها على هذا الخليط هذا اللي حضرته معكم، نخليها ترقد تجي الوقيته باش نقليها ونقليها معاكم. غادي نخليها مزيان ترقد في هذا الخليط هذا حتى كتطلق هذيك الفيتامين ديالها مزيان حتى البلاتي. ان شاء الله انا غادي نحضرها للفطور حتى البلاتي ان شاء الله فاش يقرب المغرب ان شاء الله يأذن، ونقليها وتشوفوا الشكل النهائي ديالها. نخليوها مزيان تترقد. وهذا الشيء اللي كاين البنات، ونقول لكم صحه فطوركم ان شاء الله حتى نتلاقاو الشكل النهائي ديال معنا في هذه الشهيوه. هذه القرعه ديالنا كما كتشوفوا راني درتها في المقله تقلى الزيت طبيعه الحال تكون سخونه تتحمر من التحت ونعاود نقلبها. القرعه ديالنا اخواتي راها جاهزه كما كتلاحظوا، كتجي رائعه وكتجي على هذا الشكل وكتجي مقرمشه بطبيعه الحال، وما غاديش تاخذ لكم بزاف ديال الوقت. وحتى بالنسبه للوليدات بزاف ديال الاطفال اللي ما كياكلوهاش يعني مثلا في الطعام في كسكسو ولا في مع الطاجين ولا يعني نديروها لهم على هذه الطريقه، هذه غادي تعجبهم متاكده انهم غادي ياكلوها. ومن خلال هذا الفيديو نخليكم على ألف خير، وصفة جديدة وفيديو جديد وسريع دائما مع أماني أم أنور. نقول لكم رمضان مبارك كريم، يدخل عليكم إن شاء الله بالصحة والهنا والعواشر المبروكة إن شاء الله، وصحة فطوركم. مع السلامة.